باعتبار ممكن هيدي تكون آخر جلسة بيعقدها المجلس النيابي بالولاية تبعه الحالية، واعتبارا من جمعة الجاي رح يكون كل الزخم رايح باتجاه الانتخابات إذا ما عطل شيء طارئ. حبيت بس بهالكلمتين هلأ ألفت وزارة الداخلية والمعنيين وهيئة الإشراف على الانتخابات على واقع مأساوي ما في إله مثيل بتاريخ الانتخابات السابقة، لا قبل الحرب ولا بعدها، وهي مسألة دفع المصاري بكل المناطق صحتين على قلب الناس. بس بنفس الوقت المبدأ القانوني أنه اليوم في دفع مصاري بكل المناطق بشكل ما بيتصوره العقل، ولحد هلا ما شفنا ولا إجراء أو أي تحرك من قبل هيئة الإشراف وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها. ما بستثني منطقة، بقاع الشمال الجنوب اكسر وين الشوف المتن وين ما بدكم، بيروت كله في دفع مصاري عن بجنب. وهي الظاهرة برجع بكرر انه ما كان إلها مثيل بهالحجم حسب احصاءات غير الشيء اللي انا بشوفه شخصيا ببعض المناطق وبيخبروني عن بعض المناطق، صوت بالحد الادنى $100 لل250 دولار. هيدا اللي جاي على الانتخابات ببلد مفلس ليدفع 100 و250 دولار، هيدا شو؟ يا سارق وكان نايب وعم يدفعه من جيبتك، يا اما بده يسرق بعدين وعم يدفعه من جيبتك بعدين. ما في منطق بيقول انه يندفع الصوت بين 100 و250. بال2018 كان دولار ب1500، كان الوضع معقول، كان في لوحات اعلانيه على الطرقات، في اعلانات، بتعرفوا اللوحه الاعلانيه بتكلف 2000 دولار وجه وقفا. لبنان كله متروس باللوحات الاعلانيه بالظروف اللي نحن فيها اليوم. بفهم قبل لوحات الاعلانيه اليوم انا عديتهم من شتوره لبيروت 500 لوحه على وجين بيصيروا شو 1000 لوحه ضرب 2000 مليونين دولار. بالشمال نفس الشيء، ببيروت بالمتن بكل المطارح ملايين الدولارات اذا بتعملوا احصاء. يا خيي شيل صورة وتمر جورة بالأيام، طالما الدولة مفلسة وزارة الأشغال مش قادرة. حكيت مع وزير الأشغال ويعطيه العافية الوزير علي حمية من جمعتين على موضوع دهر البيدر بعد الشتي كيف تنقرت كلها سوا، وناطر كان مفروض اليوم يطلع نتيجة المناقصات ليلحق لها قبل الأعياد، ومش كقضية انتخابية لأنه ما بتنحمل الطريق، ومشكور وممكن تترقع مش عم بقول تنعمل. وباقي المناطق نفس الشيء. طيب كيف له عين الواحد يحط صورة والطرقات كلها جور والعالم عم بتسب؟ يعني في منطق، في حد أدنى من المنطق اليوم؟ لو تبرعوا بجزء، قال الوزير تبرعوا لي، حكينا معه قلنا له في متبرعين، قال عنده مناقصة، مشكور معالي الوزير إن شاء الله بيعملها هلأ بكل المناطق، وكل اللي معه ما بيتجاوزوا 15 مليون دولار اللي معه إياهم للوزير. انطلاقا من هالموضوع هيدا مطلوب مش انه ينطروا الانتخابات ليعملوا طعون، مطلوب من اليوم يضبطوا ضوابط. في مهرجانات علنيه عم يتوزع فيها المصاري علنا بالبقاع وبغير مطارح كمان. انطلاقا من هالموضوع بس حبيت هالكلمه اولى لانه ما في حدا بالدوله اللبنانيه اليوم من القيمين على هالموضوع اجهزه ووزارات وغيرها عم تتعاطى او عم تحاول توضع حد أو تضبط بالجرم المشهود الشيء اللي عم بصير، وما بده جرم مشهود. ما بدي أحكي عن الإعلانات الأخرى، كل واحد حر بمصرياته. هيدي الرسالة اللي حبيت استغل فيها، هل أصلاً جاي لهون كرمال الكلمة؟ ما جاي لهون كرمال الشيء اللي جوا، لأنه لو بده يعملوا مسرحيات وضع ثقة بنزع ثقة عن وزراء، نحن تقدمنا بال2019 إذا بتتذكروا وقت الوزير شقير والجراح، وقت وزراء المالية بعد ما عمل ألان بيفاني المؤتمر الصحفي عن فضائح وزارات المالية، قدمنا طلبين بتشكيل لجان تحقيق برلمانية وطرح ثقة بهالوزراء هودي، وما صار شيء. اليوم عتاب الانتخابات قال على شغلة إلى علاقة برا، يمكن تكون محقة مش محقة ما إلي علاقة، بس صرنا بدنا بآخر يوم من آخر هيدا عم نمارس هالمرجلة الدستورية على إقالة وزير أو محاسبة وزير. انها بالبلد شفتوا لكم شي اتحاسبت حكومه. طيب كيف لك عين اليوم تقدم على اقاله وزير خارجيه ما في بجيبته موازنه والاف ومليارات والدولارات والليرات
خلال الأربع سنوات الماضية ما تكلف خاطرنا نحن كمجلس عظيم أنه نشن حاكم حكومي أو وزير أو وزير. مسخرة. مش هيك جايين بس لحتى العالم تفهم شو عم بصير ومشكورين.